لست على أطبع مجموعة الموصل وسأطبع بقية كتبي في الموصل إن شاء الله، ولنعمل جميعا على تشجيع دور النشر الموصلية ودعم للثقافة ولرواجها في الموصل. أو رأيي من سار ناهض يعني تكون هاي دور النشر أن تجتمع باتحاد أو بكذا التنسيق فيما بعضها فعندما قرأت هذه القصص وجدت أن فيها مشتركات الكلاسيكية التي تلتزم بتقاليد القصة القصيرة كما نجدها مثلا قصص نجيب محفوظ، لأنه أيضا لديه قصص السرد والدراما حضرا معا في هذه المجموعة، السرد من خلال التقانات القصصية. فحين يقول القطار العائد به إلى مدينته، من هو؟ هل هو المنفي؟ هل هو الهارب؟ هل هو البطل العائد؟ لا. احتفالية صغيرة لتوقيع مجموعة القصصية الأولى والوحيدة بعنوان المعطف الرمادي. في الحقيقة أن لدي الكثير من الكتب المنشورة، ولكن في مجال المسرح والنقد الأدبي والروايات، أما كقاص فلم يعرفني الشارع الموصلي ولا الشارع العراقي في هذا المجال. لدي عدد من القصص القصيرة كتبتها خلال مراحل زمنية مختلفة وجمعتها في كتاب صدر عن دار ماشكي في الموصل، واليوم أحتفل مع مجموعة من أصدقائي وزملائي ومثقفي المدينة بهذا الإصدار وحفل توقيع صغير، وأنا في منتهى السعادة لحضور هذه النخبة الطيبة والمجموعة الممتازة من مثقفي الموصل، وأشكر حضورهم وأشكر الموصلية لتغطيتها هذا الحدث. في ملتقى الكتاب التقينا لنحتفي بإصدار جديد، إصدار موصلي جديد، هو المجموعة القصصية للقاص ناهض الرمضاني. المجموعة تتألفت من 15 قصة تحدث عنها الكثير من الأساتذة، وكان الحديث عن آليات ومواضيع هذه القصص وكيف أنها تعد هذه المجموعة حقيقة إضافة جيدة للمكتبة القصصية الموصلية. ونهض رمضاني من الأسماء المهمة في كتابة القصة والدراما والرواية في الموصل، فهو من أهم كتاب المسرح في مدينة الموصل. كانت الجلسة حبية أكثر مما كونها جلسة تعتمد على ثقافة أو الجلسات الثقافية الرتيبة. كان هناك حوار حبي، وكان هناك حوار معمق من أجل إظهار هذه المجموعة، وأيضا من أجل أن الإفادة من هذه الإصدارات في تطوير الحركة الثقافية، وأيضا حتى آليات كتابة القصة في مدينة الموصل. مثلت مسرحياته في أكثر من الدول الأوروبية، وأخذ جائزة أو عدة جوائز حقيقة، منها جائزة شارقة عن بعض مسرحياته. واليوم طبعا نحن أولى به في مدينته الموصل التي اهتمت كثيرا في الثقافة والمثقفين، والآن أصبحت نهضة يعني واضحة جدا في مؤسسات الثقافية، اتحاد الأدباء ومنتدى الأدباء والكتاب هنا في مدينة الموصل. ونجد حقيقة حضور جميل جدا من كثير من الأساتذة الكبار وأجيال مختلفة، كبار وشباب ومن كلا الجنسين. حقيقة هذا يسعد يعني المهتمين والمثقفين في المدينة، لأن بدأت المدينة تستعيد حياتها الثقافية.